طب سمير مساء الخير. مساء الخير يا ميدو. انا مبسوط انا منورني معاك الحقيقه، كابتن، منورني والله. والله بجد من الشخصيات المحترمه، لا مش ربنا عشان انا يخليك، موجود معاك، انا بتكلم ربنا كلامنا يخليك، ابن وراك، ربنا يخليك. وانت عارف ان انا صريح ودبشه زيك يعني استحملني يعني. للاسف. للاسف فالشخصيات دي ما ربنا بتمشيش مع يخليك. تركب مع ناس معينه. لا لا، بس في الاخر فانت ربنا يرضى قيمه عنك، وقامه، ربنا يخليك واحترفت يا في رب. انديه كبيره جدا في اوروبا، مش واخد حقك في تقييمك كلاعب، الحمد لله على كل حال. لكن انت مدرب كويس جدا، وانا عارف قيمتك ربنا كويس قوي، يخليك، كفايه الناس كلها يعني، مش ربنا انا يخليك بس يا يعني، فندم. بجد بامانه يعني. الكلام اللي انا بقوله ده حقيقي. النهارده ما فيش المدافعين اللي كانوا عندنا زمان في الدوري، المدافعين اللي دفاعيا كويسين جدا، لكن حلول لعب، مفاتيح لعب، والفرقه معاها الكوره، صح ولا انا في تقديري بس غلط؟ قال له، او عموما انت عارف بتتكلم من الصغر في الاكاديميات والقطاع الناشئين في الانديه المحترمه اللي هي بتطلع بتاسس، قلت المواهب، قلت عشان كده دي اثرت على الفرق، الفريق الاول في الدوري الممتاز وفي المنتخب، ان انت ما عندكش لعيب الكواليتي اللي هو عنده الشوتينج على الجون بموهبه، مش مجرد ان هو مؤدي زي المطرب اللي بيأدي والمطرب اللي صوته حلو. هنا بقى بنفصل، لا دي موهبه عند ربنا سبحانه وتعالى، زي الاسامي اللي انت قلتها كلها، بيعرفوا يشوطوا ويجيبوا جون، بيعرفوا يبداوا هجمه من ورا، بيعرفوا يعملوا اسيست، لونج باس، وش الرجل التغطيه بتاعته بوش رجل من تحت. كابتن. انا مره فاكر، انا فاكر الجون مره، حمزه الجمل جاب جون في كابتن شوبير اللي هو من اسماعيل، الجنب ده، قالوا اسماعيل اللي اتحسب اوف سايد ده، انا بالاطراف، فاكر ده من جنب طرف البنش، من ناحيه الباك رايت، ناحيه ابراهيم حسن، من جنب البنش. ما اعرفش صعبه كنت تلعب جدا، انت الماتش لا ده ولا لا. رجليه تقيله ومره انت الجون اللي جبته في المكسيك، صح؟ في المكسيك، الجون اللي في المكسيك ده جون صعب جدا، لانه متشط، كامبوس كمان، في لان جون محترم كامبوس يعني، مش من لا ومتشط بكيرف معين من جنب كيرف الحيطه. معين انا من فاكر، جنب انا الحيطه، فاكر يعني مش كابتن شوطه. جوارة قال لي شوت دايركت، الاولانيه شطها بليسنج جت في العارضه، ابراهيم حسن رجعها، احمد حسن جابها جون، متمرنين على الكلام ده كله، فدي كنت نقطه مهمه. بتتمرن يا كابتن بعد التمرين؟ بتاخد مثلا 15 20 كره بعد التمرين وتشتغل، عليها شغل انديفيدوال؟ كنت انا وابو الدهب ومحمد يوسف في النادي الاهلي، كان عم حارس بيجيب لنا حوالي 20 كوره، ونتمرن في النادي الاهلي بعد ما بيخلص. كان دي مشكلتنا وخناقاتنا مع هولمان، ان هو ده حمل مستر اعلى من الكوره. هولمان، كان يعني بيعمل لنا في تمرينه ما بتبقاش انت حاسس ان انت ما خدتش الحمل اللي انت راضي عنه في قوتك دي الاجوان بتاعتنا، الجسمانيه او البدنيه. الاجوان اهي. لو انت النهارده مش وانت عندك 13 و14 و15 و16 سنه، متاسس ازاي تحط وش رجلك في الكوره، الباور مظبوط، بتاع رجلك، بتبقى مسهله على المدرب شويه. كتير كتير. مظبوط. دي كانت ميزه الحمد لله، ودي موهبه يعني، في ابو الدهب بيشوط كويس، في حمزه الجابر، كابتن ابو زيد، كل الاسامي اللي كانت بتشوط كويس، دي موهبه عند ربنا وبينموها. فانا كنت باخد 20 كوره انا وابو الدهب ومحمد يوسف وهولمان، يلا يلا يلا، طب 5 دقائق، طب 10 دقائق، المهم كنا ايه، بنسرق منه الوقت ان احنا نشوط كتير عشان ننمي الحاجات اللي عندنا او نزودها، ونقدر ان احنا نترجمها لجوان. فدي كانت ميزه، بقينا طبعا. نشوط، وبقينا انا بقيت اجيب اجوان، ويوسف بقى يجيب اجوان، ومحمد محمود ابو دهب بقى يجيب اجوان، فانت عندك 3 بيشوطوا كويس. بس الحمد لله انا كنت مميز ان انا بشوط تكنيك مختلف. بتكنيك مختلف مع الموهبه وقوه العضله تفرق، عشان برضو نشرح للناس، ما هو مش شرط ان اللعيب يكون رجليه جامده بس، لا، رجليك بتكون قويه جدا، تخش جيم بحاجات العضلات مقننه، الاماميه اللي حاجات بتوظف. بالظبط، خلفيه واماميه وضمه وسمانات، عشان تبقى متاسس عارف مين اللي قوه العضله يا كابتن. لما بتكون قويه الكوره بتطلع جامده. طبعا. عارف مين اللي كان رجليه تقيله جدا ومظبوطه وكانت رجليه رفيعه قد كده؟ صبري. محمد صبري. يعني انا لعبت مع صبري، كانت رجليه رفيعه جدا. جاب جون في كاب شوبير عالمي. جاب جوان كتير، ده جاب جون بتاع اللي في كابتن شوبير ده الفاول، وجاب جون في كان افرو حلو قوي. لا صبري كان لعيب تقيل. لا وفي الافرو اسيوي اللي هي في المقص، في كانت فرقه كوري، فكوري اسمها ايه؟ 1-0. وجاب جول كمان اللي في كابتن شوبير اللي في المقاولين، اللي في 2-0 في المقاولين، جاب جولين. لا جاب واحد في كابتن شوبير وواحد في الحضري لو تفتكر، صح. في واحد في الحضري اللي هو في صبري كان لعيب كويس جدا طبعا. عايزك فرصه ان حضرتك موجود معانا من الناحيه الدفاعيه بقى. احنا النهارده عاملين احصائيات على خطوط الدفاع لغايه دلوقتي اللي موجوده في الدوري. عايزين نبدا بخط دفاع الاهلي. الاهلي انتدب او